ناخذوا الدجاج او لينام ديال الدجاج، اصابع الدجاج. بسم الله. بسم الله. بالنسبه للمكونات عندنا تقريبا واحد 600 غرام ديال الدجاج. شحال؟ 800. 600 نص كيلو شي شويه وشوي وشوي تكيكه 100 غرام ديال الدجاج. شرائح رقيقه، حتى هو شرائح رقيقه. البصله تكون مشلضه رقيقه، اذا البصله مشلضه رقيقه. واحد ياغورت طبيعي، واحد ياغورت طبيعي. الملحه، الملح، ابزار، ابزار، ومعلقه صغيره ديال التوابل الخاصه بالدجاج اللي هي كيكون خليط ديجا عند العطار موجود. دونك كتقولي بغيت توابل سواء ديال السمك، ديال الدجاج، ديال اللحم، ولا دابا موجود كيمشي مع الدجاج في جميع الاطباق. لاله فرح، الفران، الجين، يعني الدجاج كيعجبها زوينه. الدجاج واخا ممكن لك ديرو ميكس، ماشي مشكل، ماشي ضروري يكون توابل ديال الدجاج. يمكن لك تدير اللحم ولا هذا توظفهم مع الدجاج كيعطي مذاق زوين، ماشي ضروري يكون خاصه بالدجاج. باكيه صغيره ديال الشعريه الصينيه، صغيره شعريه صينيه، واحد حامضه مرقده تكون مقطعه طريفات صغار، شويه ديال المعدنوس، معدنوس، الصوجه، الصوجه او الصويا، الصوجه رقيقه. هذه الخفيفه ولا ثقيله؟ الا كانت الخفيفه خصنا نزيدو شويه، كانت ثقيله كنفضل، لان كدير منها كنت تقريبا كتعطيك اللون، سيغتو اللون المذاق. زيت الزيتون، زيت البلديه، زيت الزيتون، والورقه من طبيعه الحال. الورقه، الورقه تقريبا هنا واحد نص كيلو مزيان، ورقه كبيره. اذا 600 غرام دجاج شرائح رقيقه، عندنا لاله بصله مشلضه رقيقه، واحد ياغور طبيعي، الملح، الابزار، معلقه صغيره ديال التوابل الدجاج، وبكيه صغيره شعريه صينيه، وواحد حامضه مرقده مقطعه رقيقه، المعدنوس، الصوجه، زيت الزيتون، والورقه تقريبا نص كيلو. نمشيو باذن الله لتحضير هاد المكونات. لا دونك بالنسبه للدجاج غادي نرقدوه، نرقدوه واحد 4 سوايع تقريبا في هذاك الياغور الطبيعي. ملحه، ملح، ابزار، ابزار، والتوابل اللي خاصه بالدجاج، التوابل اييه، وديك الحامضه اللي مقطعتها هي طريفات صغار، والحامضه اييه. دونك هاد الدجاج غادي نرقدو، الا كان قاعد الى قبل يكون احسن. غنخليه جانبا، وغادي ناخد الشعريه ديالي، غادي نسخن الماء بطبيعه الحال، ولكن غندير فيه شويه ديال الصوجه باش نعطيه النكهه، باش نعطيه النكهه وتعطيني اللون. واخا غادي نرقد الشعريه بطبيعه الحال غير بعد دقائق، نصفيها وغنقطعوها بالمقص. ناخذ داك البصيله ديالنا اللي قلنا مشلضه، غادي نشحروها بشويه الزبده، ما نديرش توابل حيت عندي ديجا توابل في الدجاج. وغادي ندير داك الطريفات ديال الدجاج يتشحروا مزيان. واخا انا اللي كيبغي الحرور يمكن نزيد شويه ديال الهريسه، كيجي زوين. دونك غنشحر مزيان الدجاج ديالي حتى يطيب، وغنزيد عليه داك الشعريه الصينيه، شويه ديال الزيت البلديه، صافيه اييه، ونقطعها صافي. وكنخليو الحشوه ديالنا تبرد مزيان، تبرد ضروري. وكناخذوا الورقه ديالنا كنقسموها على اربعه، تقسم على اربعه اييه. وكنعمروا الاصابع اللي عندنا، يمكن نسدو بشويه الماء والطحين باش ما كيتحلوش لينا. كندهنوهم شويه ديال الزيت وكنطيبوهم في الفرن. والفران، الفران يكون متوسط الحراره تقريبا كياخذوا نص ساعه حتى 35 دقيقة، 180 درجة، 180 على حسب كل فرن وكيفاش خدمت ديالو. اي كيفاش خدمت، حيت كاين 180 وماشي كلهم كيكونوا نفس الحرارة، نفس يعني نفس القوة، نفس الترجيد فوالا. صافي حتى كيتحمروا الذهب اللون ديالهم، من طبيعة الحال لقيت الورقة لقاها راها مقرمشة، يعني تراهم وجدوا بالصحة والراحة. طيب هنا سؤالي، وكما سولت يعني قبيلة الشيف ديالنا سميرة حديدو، أنا هو سيدة يعني كتسول بغات كونجلي اللينام ديالها والبريوات ديالها، شنو هي الطريقه السليمه والصحيحه، واللي من نهار جبدهم ما تحش بداك انه لاباط راها معجنه. شكرا، ماشي مشكل. نقول لك الطريقه المعتمده اللي كندير انا، مثلا بغيت نوجد لنا مع الاتيساع، غادي نعمرهم، نقادهم، ندهنهم بالزيت، كندخلهم الفرن يطيبوا نص طيبه.
نفس الطريقه هذه اللي قالت لينا على سميره. نعم كيطيبوا نفس الطيبه حتى كيبردوا تماما. وديك الساعه بطبيعه الحال الطريقه ديال الجميد يا اما كنفرج لهم في ان بلاطو الجميد كل وحده بوحدتها على حده ما يمكنلهمش نديرهم اون طاسه غادي يسقوا. نعم وكنديرهم في شي بواطه ديالي الخاصه بالكونجيلاتور ولا البوليتيرين حتى هي زوينه كباش نكونجيلو فيها. نعم دونك تنفرش ورقه ديال ورق الطهي وكنستف وانا غاده طبقه بطبقه وكنخليهم انفورمي كنبغيهم غير كنخرجهم من المجمد نيشان الفران. نعم ما كنعطيهمش الوقت نهائيا باش انهم يترخاو لان كنفضل الفرن على الزيت. نعم نعم دونك من الكونجيلاتور نيشان الفران رائع شيف وكنخليهم يكملوا الطياب. نعم. وعاود منها كيكملوا الطياب منها كيتحمروا. شكرا لك شيف راح قرمان.